انا بقول كويس زبون 100 100 كلنا في الدعاء ان شاء الله سياره ثاني جديد كثير يشتري ان شاء الله بعد وانت بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم تركيب حبتين لمبا LED رقم H11 هذا 1400 قوي مرة لون أبيض سيارة 2019 موديل جديد. كيف تركيب ابتكتون تل برا لمبا شوف كيف حزوم بعدين ابتغطا ابتغطا لمبا ورا حزوم اتش اداش هذا لمبا اتش اداش. تركيب كيف تركيب مرة سيد فيش زي فيش تركيب بعدين على طول شغل شغل لون أبيض مرة قوي ما في تاف ما في شيء ما في سلك ما يبقى معون ما يبقى أي شيء شغل بدون تاف بعد لمبة قوي رقم S11 سيارة GMC 1400 مرة قوي. أنا شوف تركيب بلس ماينس خلاص شغل على طول 100 100 ما يبقى شيء سلك ما يبقى معول ما يبقى أي شيء هذا أحسن من جنون. تركيب سيدة بسيط شغل شوف داخلت شوف عين بعدين نفس قاعدة لوك مرة يسير يمين ويرجع. أنا أسوي ميجاس شيل نفسه ميجاس تركيب بعدين ويرجع بس أنا أبقى إيش أنا أبقى سوي علشان قاعدة زي نفسه تركيب شوف اليوم زي كده الطريقة تركيب شيل مغاز بعدين لوبو يسير يمين وتركيب خلاص باقي سلك فيش هذا كله داخل جوا خلاص شغل. أنا شوف كله داخل من لمبة ورا بعدين سكر علشان تراب مويا ما في كوش. انا وايد ابا تركيب خلاص انا ركيب تاني هبا زي نفسه بس هذا تركيب شوية تعب لازم فكو قرورة لازم فكو حدا حديد انا فكو حديد رقم مسامير رقم 10 باقي انا فكو حدا قرورة فكو حدا سلك إذا شغل معلوم ما في خوف ما في شيء. أنا إن شاء الله شغل معلوم كل نفر كلام أنا شغل معلوم أنا بده كلام أنا شغل معلوم علشان أنا شغل كويس كله إيزي هنا مقصود بعد حب أنا بعد حب بس أنا سوي شغل لازم سوي مخ كله هنا علشان ليه علشان أي شيء ما في خراب شغل أمانة زومن مقصود. انا اشوف كله اي شيء هنا كل شيء برا سلك برا هوا فلتر برا كاربونيت تارجت برا كله برا تركيب زي نفسه ابتدا هذا غطا لوب ميني سيري يمين خلاص هو ابتدا لمبه بده سمسم سيري يمين انت حرك شويه خلاص لمبه ابتدا لمبه رقم كام S11 GMC خاص رقم S11 تركيب كيف شوف فيش خلاص داخل شوية خلاص شغل شوف هذا زبون ابقى رو شغل سيارة علشان سوي كاروبا جو ايزي شوف شغل والله ما في شغل ان شاء الله شغل انا يا رب ما شاء الله شغل مرة جوي نور ابيض تركيب كيف سيم شيل هنا ميغاز بعدين لوب يسير يمين خلاص هو تركيب بعدين باقي اي اغراض إذا برا موجود كله داخل جوا بعدين هذا بلاستيك غطا ورا سكر علشان تراب مويا ما بيكوش جوا أنا شغل كله وكالة أي موديل جديد موديل قديم كله شغل إن شاء الله لكن أنا أبغى زبون مقصود أنا شغل أنا أبغى مقصود بعد
أبغى زبون مكسور عشان أحبه زبون مكسور زبون بات لازم حبه أنا عشان هو مكسور بات أنا مكسور بعد الخلاص أنا شغل شوف تركيب كله سمسم وقالة أي شيء ما في خربة نفس طريقة وقالة نفس طريقة تركيب نفس شغل أمانة أي مسمار أي شيء ما في مشاكل خلاص أنا بعد هذا كله أنا تركيب زي وقالة باقي هذا أربوط أنا أربوط حق سكر شوف أنا كله يفتح باقي كله سكر زبون شيخ هذا مقصود كثير هو شوف أنا شغل ما شاء الله مقصود كثير هو حب كثير أنا بعد حب كثير علشان شغل مضبوط شغل أمانة زبون مقصود أنا إن شاء الله شغل سوي مك علشان زبون أبقى مقصود باقي شوف أنا شغل خلاص أنا سوي شيخ ما شاء الله أنا زبون مقصود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.